يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في درى الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب هذا النقية إن تخل للمصطفى فليخسأن فسعيه كسراب هاتيك أم المؤمنين فضلها يروى لنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب يا من زعمتم حب آل نبيكم أخلت جماجمكم من الألباب تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عثراته بضباب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد يا نجوما زينا الثوب الليالي احضري خيما الصمت فارسلت ثنائي ثم أتبعت ثنائي برجائي ورويت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن عزي بامتثالي خشع الإحساس والدمعة تجري ضربات القلب زلزال بالصدر يا إلهي غارق في بحر وزري
في حالي ندم واشتكي من ضعف حالي. ذكرها دوما بي.